نحن هسه متواجدين بالساحه اعتصام لكل الطلاب، مش بس لداني عبيد اللي اعتقلوه ظلم مجرد انه نزل على الساحه. يعني كلياتنا عم نطالب بالحريه، كلنا بدنا نعيش، كلنا بدنا يعني كلنا بدنا نغير هالوضع، وان شاء الله راح نضلنا مستمرين وراح نضلنا نطلع لحتى يطالعوا داني ويطلع ويكفي دراسته والشباب كله يمشي حاله. نعيش بحريه، ما بدنا غير شيء، ناكل لقمتنا بخير بسلاسين، نعيش نحن وولادنا سوا، مش مهجرين نحن بمحل وهني بمحل. اعتقلوا لانه مجرد انه نزل على الساحه، ويعني شاب ما له اي اذى، يعني بس انه عم بيطالب انه ناكل لقمتنا حلال، يصير فينا ناكل لقمتنا، متنا من الجوع. يعني مش معقول هالحاله وهالوضع اللي نحن فيه. ان شاء الله يكون هيك الفرج عن قريب، وتعيش هالشباب ويكون في مستقبل لنا وللشباب ولسوريا. انا بدعي كل النساء تطلع، اللي ما عنده ولد مهجر عنده ولد بالجامعة، اللي عنده ولد بده يعيش، كلياتنا معنيين بهالوضع، وكلياتنا لازم نطالب بالحرية ونطالب نغير هالوضع ونعيش مثل باقي الشعوب، يعني بأمان، ما بدنا غير هيك.